رايكم؟ طيب اجتني كتير أسئلة مشان الفصائل اللي حكينا عنها الـ A والـ O والـ B، واليوم لحنا موعدنا مع فصيلة AB، أصحاب فصيلة AB. وكل الأسئلة اللي سألوني عن فصائل اللي راحت أنا قلت لكم رح نعمل لايف إن شاء الله، حددت لكم اليوم وحابعت لكم رسائل للكل اللي مشتركين بأشعل شمعتك مشان تحضروا معنا اللايف. وأي سؤال ادخلوا على المنتدى سجلوا لي السؤال وأنا إن شاء الله رح جمع الأسئلة كلها وجاوبكم على كل أسئلتكم. مين بده يعمل ريجيم؟ مين بده يعرف النقاط الموجودة للريجيم؟ مين بده يجمل نفسه بأي كل شيء طبيعي؟ إن شاء الله تتعلموا وتستفيدوا، وكل واحد ووحدة بتصيروا دكاترة لنفسكم ولأولادكم ولبيوتكم، وأنا مستعدة وقف معكم للآخر. طلال مداح، بس لا ما دخلنا بطلال مداح هلا، هلا خلينا بالفصيلة A B. بتتلائم مع ظروف الحياة وبتجتمع بين القوة هاللي بالـ A وهاللي بالـ B. في عندها قوة ما شاء الله، بس الجهاز الهضمي عندها بيتأثر، حساس كتير بده ينتبه، والجهاز المناعي عنده كمان بيتأثر، قابل للميكروبات للطفيليات، بيتعرضوا للجراثيم بطريقة مو طبيعية إذا ما كانوا دايرين بالهم على نفسهم. قبل ما أدخل بالغذاءات بدي أطلب منكم طلب يا فصيلة AB. شفتوا المشمش؟ في بقلب المشمش بذرة، وهلأ أنا ححط لكم يا شوفوا البذر، هذا هو البذر، لو منكسره هيطلع بذرة من جوا مرة شوي. هاي كل يوم بتاكلوا منها 7 حبات، 7 حبات هاي رح تكسر لكم وتموت لكم السموم اللي بجسمكم. اي اكل اكلتوه الطفيليات اللي بجسمكم بتقتلها. هذا فيه فيتامين B17، ترى هاللي بيتبعوا وكل الفصائل انا بنصحهم انهم ياكلوا منه، بس فصيلة AB بفيدها مزبوط، لانه هو بيتعرض للامراض السرطانيه. الله يبعده عنا وعنكم يا رب، بس حاولوا انكم تديروا بالكم على نفسكم مشان ما تدخل الجراثيم والطفيليات والميكروبات لجسمكم وتكون صغيره ونصير بمكان ثاني. بليز ديروا بالكم على حالكم، لاني انا كثير بحبكم وبدي اياكم كلياتكم بصحه وعافيه، بدي اياكم تديروا بالكم على صحتكم، لانه جسمكم هاد هو ملككم ليكون بصحة عقلكم بصحة بشرتكم بصحة الدنيا كلها. جسمكم الأول بالحياة، ولاحظوا إنه هذا جسمنا بنتحاسب عليه بكرة يوم القيامة، يعني إذا ما درنا بالنا عليه. شوف إيدك كيف بدك تحاسبك، شوف داخلك قديش بده يحاسبك، صدرك، وجهك، شعرك، كله حيحاسبك. مشان هيك ديروا بالكم كل الأكلات المغذية، والله الشغلات اللي بلا طعمه هي اللي بناكلها من هون ومن هون والله ما لها اي فايده. انا مستعده اقعد بلا اكل ولا اروح اكل لي اي اكله بلا طعمه من برا، صدقوني انا بوصل لهون. مستعده انام بدون عشاء ولا اكل اكله ما تعجبني وتغذي لي جسمي ولا تاذي لي جسمي، لا خليني اروح نام والله افضل لك. بتحمل، خلي عندكم اراده لتقدروا تتحملوا الجوع. اول شيء تتحملوا الجوع بتحسوا بالفقره اللي ما عندهم اكل. طبعا انا ما بدي ادخل هلا مواضيع كثير طويله عريضه، لانه اذا دخلناها ما بنخلص بعشر ساعات. انا بدي اخلص لكم هاي الزمره، وباذن الله باذن الله يا اي بي انتم اقوياء اقوياء اقوياء. طيب الغذاء المناسب لهي الفصيله، نظام كثير حلو، نظامه متنوع ما شاء الله، في عنده شيء من الاعتدال بين الأسماك والخضار والفواكه ومنتجات الألبان والحبوب والبقوليات، وبتناسبه الرياضات الخفيفة لأنه بتهدئ له هيك أعصابه، هو مرتبط عنده تهدئة الأعصاب بنشاطه. عنده اليوغا، تسلق الجبال، ركوب الدراجات، التنس، هذا كلياته بيخليه يهدى وينشط له أعصابه بطريقة مو طبيعية. أوكي؟ هذول لازم يتحركوا، لازم تمشوا، الاي بي لازم تمشي، لانه تعرضك مثلا انت لانك بتاكل بتحب الدهون، لازم تمشي مشان ما يجيك الكوليسترول، والكوليسترول مصيبه لما بيدخل بالدم.
امشي دائما لما بتاكل، خصوصا دهون، كتر بالمشي، كتر بلعب التنس، اعمل يوغا، اجلس على البحر وخذ تنفس دائما نظيف. هذا بيخليك دائما نشيط وقوي وطاقتك كتير قوية. اوكي، هلأ رح نتكلم عن الجدول الخاص بفصيلة A B. ترى الفصيلة كتير حلوة، فيها هيك بحس فيها موسيقى A B كتير حلو صح؟ وهي بتجمع بين قوة الـ A والـ O. شوفوا كيف A B بتجمع قوة الـ A والـ O. طيب هلأ خلينا نرجع لفصيلتنا الجميلة الرائعة، الإيجابيين، الناس اللي صحتهم بوم ما شاء الله. هلأ اللي احنا بدنا نحكي عن الجدول، نرسم الجدول مثل ما حكينا، نقسمه لأربع أقسام، نسجل النوع، نسجل التركيز على الأكلات هاي، ناكل ما يعادل هالأكلات هاي مثلاً قليل، ممنوع، ممنوع الأكلات لفصيلة A B. تمام، يلا هنتكلم عن اللحوم. اللحوم بيركزوا فصيلة A B عن لحم الخروف، عن لحم الحبش، لحم الأرانب. ركزوا كلوا قد ما بدكم، ما بيصير عليكم إلا الخير بإذن الله. بس مثل ما قلت لكم، انتوا عم تاكلوا لحم خواريف، الخروف فيه دهون كتير، تتجمع للدهون، لازم تمشوا، لازم تعملوا يوغا، لازم تتحركوا، الحركة هي تحرق لكم الدهون اللي انتوا أكلتوها. أوكي؟ طيب هاللي مسموح إنه ناكله الكبدة والنعام، لحم النعام والكبدة، هدول مسموحين بس مش مركز عليهم. لا، هاللي ممنوع بتاتا لحم البقر، لحم العجل، لحم الخنزير، لحم الدجاج. الدجاج ما بتكون يا والله بيني وبينكم أنا محب الدجاج، بالعكس الاي بي يا سلام دائما بيجيبوا لك هالمندي، وخصوصا المندي تبع الحفرة ولا هالمفطح، يا ويلي ولا ايش هالأكلات هي يا شيخ، والله انت لازم لحنا نرافقك مشان ناكل من أكلك. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب. طيب هلأ حنتكلم عن الأسماك. والأسماك يا فصيلة A B، حلو الاسم والله A B. السلمون، القواقع، السردين، التونة، هدول منركز عليهم، السلمون والقواقع والسردين والتونة، بتركزوا عليهم وبتاكلون ما شاء الله لو كل يوم. بس هاللي ممنوع تاكلوا، مو ممنوع سوري، هاللي ممكن ناكله الحبار والكافيار، هدول ممكن ناكلهم. اما الممنوعين يا حلوين، الجمبري والاخطبوط والسلطعون، هدول ممنوعين تاكلون، ممنوع الجمبري، ممنوع السلطعون، ممنوع الاخطبوط. طيب هلا وصلنا نتكلم على منتوجات الالبان والبيض. منتوجات الالبان والبيض، عندك بياض البيض ممتاز، حليب الغنم، جبنه الغنم، جبنه القريش، الفيتا، الموزاريلا واللبن، هدول ركز عليهم وكلهم كل يوم ما بيأثر عليك. بس ما يعادل انه ممكن ناكل او لا صفار البيض. طبعا صفار البيض فيه كوليسترول، يعني مرة بالاسبوع او مرتين مو مشكلة، اذا بتحبه كلهم، بس هو بيطالع الكوليسترول، بتكون تحاولوا انكم تخففوا من صفار البيض. جبنة الشيدر، جبنة الايدام، اللي هي جبنة الايدام البيضة، وجبنة الدهن السائلة، الكرافت والمراعي، هي كلها هي الجبنة السائلة ممكن تاكلها بس مش كتير، لأنه كتير فيها دهون ما حتوادي الزمرة تبعك. طيب هاللي بدنا نمنع عنهم تمام، الجبنة الأمريكية هي ممنوعة، والجبنة الزرقاء كمان هي ممنوعة، والبريميزان، هدول الجبن ممنوعين عنك لأنه ما بيوادوا جسم الفصيلة الدم تبعك أبدا. أوكي، هلأ لحنا حنتكلم عن الزيوت. شو بيواتي الزيوت لفصيلة A B؟ زيت الزيتون وزيت الجوز ممتازين للA B، بيعملوا لكم تزييت بجسمكم مو طبيعي، لمفاصلكم، لأظافركم، لبشرتكم، لشعركم. يوميا يوميا مرة زيت زيتون، مرة زيت الجوز، خدوا على الريق معلقة، ترى ممتاز. طبعا هي المعلقة هي اللي حتخليكم لما تجوا تفطروا تفطروا شوي، ما تقدروا تاكلوا، لانه يوم اللي بتاخذوا زيت هذا كميه الزيت اللي انتم بتشربوها هاي الفطور كامل.
يعني صحيح اللي بيحب الاكل بيقول لك ايه بدي اكل زيت وضل بلا اكل، يعني هي صعبه، بس اذا بدك تنزل وزنك بدك تتبع النظام هذا المعين وتمشي عليه لمده معينه وان شاء الله بترجع تاكل كل شيء بعدين. طيب هاللي ممكن ناكلهم زيت الصويا، زيت الخروع، زيت الكتان وزيت اللوز، هدول ممكن ناكلهم بس ما نكتر منهم كتير. اللي ممنوعين بتاتا زيت الذرة وزيت الجوز وزيت جوز الهند وزيت السمسم، مو زيت جوز، زيت الذرة وزيت جوز الهند وزيت السمسم، هدول ممنوعين بتاتا ما بتقدروا تاكلوهم. اوكي طيب هلأ خلينا نتكلم عن الحبوب. الحبوب والخبز شو بتواتي الفصيلة ابي؟ عندك الشوفان وخبز الصويا والأرز، يعني على فكرة طحين الأرز بيواتي كل الفصائل وبيخليها مرتاحة لأنه هي من أخف الطحين اللي موجود بالخبز. الشوفان والخبز والصويا والأرز هدول منركز عليهم تركيز تام. أوكي هاللي ممكن ناكلهم وممكن ما ناكلهم انخالة القمح، السميد، الطحين، الطحين الأبيض والطحين الأسمر والشعير، هدول ممكن ناكلهم وممكن ما ناكل، يعني مرة بالأسبوع، مرتين بالأسبوع بالكثير، ما نكتر منهم ونخلي الكمية صغيرة. اللي ممنوع منعًا باتًا الذرة والخبز الذرة والكورن فليكس والنشا، هدول ممنوعين لهي الفصيلة. يعني تصوروا النشا إذا أنتم بتاكلوها غير فصيلة بصح عليها، أنتم فصيلتكم بيصير معكم الالتهابات، بيصير معكم من وراء النشا. شوفوا مع انه النشا يعني مفيد بس سبحان الله مو لكل الفصائل، وخصوصا اذا الواحد عم يعمل ريجيم. تلا الريجيم خطير اذا انتم ما بتتبعوا نظام معين. الريجيم بده نظام الواحد يمشي عليه مشان ما يتاثر جسمه من الداخل. اوكي وهلا رح نحكي على البقول. البقول والبقول، ناس كثير على فكره بتقلك بقول وانا ما بحب وانا لا، في شغلات كثير مفيدة للجسم وخصوصا انت عم تعمل ريجيم. يعني عندك العدس والفول، الصويا والفاصولية والحمرة، هدول يعني كلهم اذا سلقتهم، طبعا كل واحد لحال، تسلقه حط عليه شوية زيت زيتون، شوية ثوم، شوية بصل وكلهم، يا سلام احلى فطور ولا احلى غدا ولا احلى عشاء، بيعطيك صحة وطاقة ونشاط مش طبيعيين. هدول بدنا نركز عليهم. هاللي ممكن ناكلهم الفاصولية البيضة، الفاصولية البيضة اللي بنقول عليها دائما، بقول لكم الفاصولية البيضة يعني هي الفاصولية الصغيرة تبع الصينيين، اما الفاصولية العريضة اللي بقول لكم عليها انا عايشة خالد. اوكي الفاصولية البيضة والفول الاخضر والبازاليا، هدول ممكن ناكلهم بس ما نكثر منهم. طيب عندكم هلا الممنوع الفاصولية العريضة عايشة خانو والفول والحمص، هدول ممنوعين. تمام انا بدي اياكم كل شيء تسجلوه بالجدول وتحطوا هذا الجدول قدامكم. انا بكل فصيله بحكي هالكلام مشان تعرفوا تحفظوا اللي انا عم بحكيه. الجدول اي شيء نحن بحياتنا لما بدنا نجي نتبعه بنسجل وبنخليه بايدنا مشان يذكرنا. بس اذا بتقولي خلص انا قريته وان شاء الله بساوي، ترى ما حتساوي. اتبعوا طريقة الكتابة دائما، بتربيتنا لأطفالنا نكتب، بأكلنا نكتب، ترى عمل الجداول والخرائط الذهنية والقصص هاي بتخليك دائما متقدمة، بتعملي ريفريش لذاكرتك كمان. يعني شوفي انت بتضربي حجر واحد بعدة مناطق، بعدة علوم، بعدة أشياء. انت عم تعملي ريجيم بس انت مستخدمة عدة علوم بهذا الريجيم. اوكي يا ريت قدرت توصلكم انا الفكره. اوكي وهلا عنا الخضار. الخضار عنا الخضار اللي بده يتبع يصير نباتي. على فكره انا اول ما بنصح اي احد انه مثلا بدك تعمل ريجيم بنصحه انك انت حاول تصير نباتي بالبدايه، شوي شوي ناكل نباتات كتير، بعدين بس يمضى وقت بنصير مندخل اللحوم اللي بتواتي الزمرة، طبعا اي زمرة من الزمر او مثلا الدجاج او السمر،
نصير ندخل مداخل شوي شوي من الاكل، بصير نزولك يعني هلا اول مده بتحس بضيقه انك انت متعود تاكل كل شيء وفجاه منعت عن كل شيء، بس بعدين بس تحس بالنشاط والصحه والقوه صدقوني حتقول وين احنا كنا عايشين؟ لك شو كنا عم ندمر نفسنا وصحتنا؟ تذكروا كلامي هاد. طيب هلا نتكلم على الخضروات. البقله والثوم والبروكلي والشمندر والجزر والبقدونس والزهره والخيار والباذنجان، هدول لازم كثير ندقق عليهم. نركز عليهم. بناكلهم يوميا اذا بدنا، ما عندنا اي مشكله. بس هاللي ما بنقدر نركز عليه الهليون والزيتون الاخضر، البازاليا والكوسه، الملفوف والبطاطا، السبانخ، البندوره، الباميه، الخس، الفجل، هدول ممكن انه ناكلهم بس كمان مو دائما، يعني بناكلهم مره مرتين بالاسبوع مثل ما حكيت. اما الممنوع الممنوع اللي ما بنقدر ناكله عندكم الافوكادو، عندكم زيت الزيتون، مو زيت الزيتون، الزيتون الاسود، عندكم الفليفله، الارتشوكي، الدره، هدول ممنوعين عنكم، ما بتقدروا تاكلون. واذا اكلتوهم بصير لكم شو بصير معكم؟ بتحسوا دائما اجتكم سخونه فجاه لما بتاكلوا اكلات ممنوعه عن الزمره، لفصيله اي بي. بتحسوا اذا اكلتوا من الاكلات الممنوعه صار في معكم اللهم صل على النبي، شيء مفاجئ، يعني انت مانك مريض، ما في معك اي شيء، صار في معك بكتيريا، صار في معك حبوب فجاه، طلعت لك حبه بيضه فجاه. لاحظوا على نفسكم لما بتاكلوا اي اكله من جد رافضه جسمكم، شوف شلون بيصير، بيطلع لكم حبوبه، بيطلع لكم شغله هيك مثل بتقشر لونها بيضه. انتبهوا على صحتكم بالدنيا. ترى هي بالنسبه للخضار. نحن بالنسبه للفواكه، الفاكهه عندك الجري فروت، عندك العنب، الليمون، الاناناس، الكيوي، الخوخ، التين، التين طبعا الاخضر، والجاف مثل بعضه بيعطيك، بالعكس الجاف انا بفضله اكثر دائما بالريجي اكثر من الاخضر، والبطيخ. هدول كل منهم قد ما بدك، يعني انا ما اكون نفس هالزمره بعيش على هدول لانه اطيب شيء بالعالم بصراحه. اللي ممكن ناكلهم وممكن ما ناكلهم، عندك التفاح، الشمام، الفراوله، الخوخ، ابو فروه، التوت، التمر، النجاص، البلح، المشمش، هدول بناكلهم مره مرتين بالاسبوع. اللي ممنوعين بتاتا الموز والجوافه والرمان والبرتقال والجوز الهند والمانجا، هدول ممنوعين لألك، اوكي؟ هلا بدنا ننتقل للمكسرات. المكسرات عندكم الكستنه اللي بدنا نركز عليها، الكستنه، الجوز، الفستق السوداني، هدول بنركز عليهم كله قد ما بدكم، شوفوا النشاط والقوه والطاقه اللي بجسمكم كيف حتطلع. اما الاشياء اللي ممكن ناكلها وممكن ما ناكلها، اللوز، الكاجو، الفستق الحلبي، هدول بناكلهم بس بتفاوت. بس عندك اللي ممنوع عنك السمسم والبزر القرع والبزر عباد الشمس، يعني عندك البزر البطيخ، بزر اي نوع من البذور، هي الفسفوس اللي بنقول عليها، هي ممنوع تاكلها. من بعد عنا يعني انت ما شاء الله في عندك الكستنه والجوز والفستق السوداني، هذا بجنن. وفي عندك ممكن انك تاكل اللوز والكاجو والفستق الحلبي، يعني هذول اطيب شيء بالمكسرات. البزر بعد عنه لانه كثير كثير مضر لك، بسرعه بيعمل لك تضخم بالكولون النازل، بيعمل لك تضخم مو طبيعي، بيعمل لك حساسيه، احيانا بفوت لك بكتيريات اوكي للجسم لجوا. هذا بعد عنه لانك انت عم تعمل ريجيم، يعني الانسان اللي بيعمل ريجيم بينزل وزنه، بتقل جهاز مناعته، بصير هو قابل للامراض اكثر من الانسان اللي قاعد عم ياكل كل شيء. مشان هيك نحن بنمشي على نظام غذائي معين مشان نقدر نوفق بين الاكلات اللي فيها مضاد حيويه ومضاد للالتهاب، وبين الاكلات اللي بتغذي جسمنا وفيها بروتينات وفيتامينات. تمام؟ وصلت الفكره؟ الحمد لله. وهلا وصلنا
للتوابل. هي اطيب شيء التوابل، بس لما نعمل ريجيم بدنا نحاول انه نتفاداها. عندنا الثوم والكاري والبقدونس. يلا انبسط. كل يوم كل تبوله، كل يوم كل جيب الكاري الاخضر. انا بفضل الكاري الاخضر، ترى هذا الناعم انا ما بفضله ابدا لانه مغشوش وفي اشياء داخله فيه مو طبيعيه، وانا شفته بعيني شو بحطوا فيه. نحن في الكاري بنجيبه بنبشره بنحط عليه المي السخنه، بنستناه ساعتين او ثلاث ساعات، بعدين بيصير فاتر بنشربه، بيغذي بطريقه للبشره مو طبيعيه. عندكم الثوم، الثوم لا حدا يقول لي يا الله ريحه. فوائد الثوم والبصل ترى فظيعه، بس هلا خلينا بالثوم. فوائد الثوم فظيعه لك، بتقتل انت بالذات المفروض يوميا يوميا تاكل ثوم، لانه في جسمك قابل للجراثيم، جسمك قابل للبكتيريا، جسمك قابل للاشياء السموم اللي بتدخل لجسمك بسرعه. عشان هيك لو كل يوم بتقشر سن ثوم وبلعه، خلينا نظف لك الداخل اذا بتضايق من الريحه. بعدين اذا ما بيهمك الريحه مشان ما تضايق حدا من الريحه، عرقين ثلاثه بقدونس حطهم بتمك مثل العلكه، علكهم بتروح ريحه الثوم. هي لكل الفصائل اللي عم يسمعني، ريحه الثوم بتروح بالبقدونس، وجربوها ولا كانكم اكلتوا ثوم ابدا. اسالوا مجرب ولا تسالوا حكيم. طيب هلا بدنا نتكلم عن التوابل اللي ممكن تاكلها بس قليل مو كتير. الريحان، الكراوية، الهيل والقرفة، القرنفل، الكزبرة، جوزة الطيب، الخميرة، الزعفران، الصويا والشطة. هدول كلياتهم ممكن انت تاكلهم بس يعني شوي. شو هو الممنوع؟ الممنوع الفلفل الأسود والفلفل الأبيض. واليانسون ممنوع منعا باتا لك، وجميع البهارات. هدول البهارات اللي فيها سبع بهارات اللي بيحطوها بعدة أكلات، هي كمان ممنوعة. حاول إنك أنت تبعد عن البهارات، لأنه البهارات بتأذي لك جسمك. خلاص كتبنا، كتبنا بالجدول يا جماعة، يا هو يا عشيرتنا. وهلأ حنتكلم عن المتفرقات اللي من هون ومن هون ومن هون بدنا نجيبهم. عندكم البابونج، عندكم عرق السوس، عندكم المبيت الاحمر والابيض، عندكم الزنجبيل والشاي الاخضر. هدول ركزوا عليهم. في شغله انا اجتني اسئله انه عم يقولوا لي انت عم تقولي نبيت وعم تقولي مثلا لحم الخنزير. ترى بليز هذا كله حاحكي لكم اياه، انا متابعيني من جميع الطوائف، وانا بامن بكل كتب السماويه، وانا بحب الكل، وانا انسانه مسلمه، بحب المسيحي وبحب اليهودي وبحب كل الاصناف الاديان السماويه اللي ربي نزل علينا. مو انا اللي حيحاسب الكل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقعد مع جميع الطوائف، وعمر بن الخطاب كان ياكل مع المسيحي. ما في داعي للتدقيق. اللي عم يدخل يكتب رسائل بليز خلينا نحترم كل الناس، مو لحنا اللي حنحط الاخلاق للناس كلها، ولا لحنا اللي حنعلم الناس. لحنا بنتمنى كل الناس تكون مهديه، مهديه لديننا، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لحنا الكل ما حنقلب هلا الفصائل، لا امور دينيه. بس انا وقت تذكرت انا عم اقول انه عادي انك تركز على المبيت الاحمر والابيض. هدول الناس اللي هن اللي بيشربوا، لو بيشربوا مبيت اوكي يشربوا حينحفوا حتكون صحتهم قويه. لحنا ما بنشرب، لا تتبعوا. انت خذ الفائده واترك اللي ما دخلك فيه، اوكي؟ هي قاعده حطوها براسكم. لحنا دائما بنتابع اي شيء، بناخذ الفائده اللي بتهمنا وبدنا اياها وبنحبها، وبنترك اللي ما يلو يعني ما يعني ما ما طلعت اللي ما يعنينا. هذا ترى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حطوا بالنت وشوفوا الحديث. طيب هلا خلينا ننتقل، دخلنا موضوع ثاني. ننتقل للموضوع اللي ممكن ناكل وممكن ما ناكل. عندك السكر، العسل، الشوكولاته، الخروب، عندك الميرميه، عندك المربى، عندك المبيت الابيض، عندك النعناع والزعتر والبيره. هدول ممكن تشربهم ما بيأثر عليك، بس يعني شوي مش كتير، اوكي؟ يعني لا تركز عليهم، التركيز
احنا حكينا على البابونج والسوس والمبيت الاحمر والزنجبيل والشاي الاخضر. طيب هاللي ممنوعين يا حلو شو هن؟ الخل والكاتشب والمخلل والصودا، الطحينة، الشاي الاحمر، القهوة، هدول ممنوعين منعا باتا، انتبهوا. اوكي، وبهيك انا بكون خلصت موضوعي معكم من فصيلة AB. ان شاء الله اقدر تفيدكم يا فصيلة AB، وإذا حتقدروا تمشوا على نظام رائع وبجنن، بدي اياكم تديروا بالكم على صحتكم، لانكم جسمكم قابل انه تدخل فيه الميكروبات. وان شاء الله دققوا لي اكثر شيء على التوم، انا بدي اياكم التوم كثير تدققوا عليه لانه ما بيضركم وبيخليكم باتم الصحه والعافيه. في شغله بدي اقول لكم اياها، ان شاء الله ان شاء الله نحن حنطلع لايف، ححدد لكم موعد اللايف وهجهزوا كل اسئلتكم، كل واحد عنده اسئله انا حجاوبوا عليها ان شاء الله، حنكون هيك مع بعض لايف، انتوا تكتبوا وانا جاوبكم باذن الله. اوكي، وان شاء الله انا بتمنى لكم الحياه السعيده الرائعه، لكل الزمر انا بتمنى له احلى حياه. ديروا بالكم على حالكم وصحتكم، انتوا اللي بتصنعوا جسمكم الصحي لحتى يصير عقلكم صحي، لحتى تقدروا تمشوا بهالحياه وصعوبه هالحياه. الحياه جميله بس لمين؟ للي بيفهمها. اوكي، باي.